وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم أسأل بالنسبة لحامل المصحف الخشبي يكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا الأولى أن لا يكتب عليه شيء، الأولى أن لا يكتب عليه شيء، لأن هذه كلمة التوحيد كلمة عظيمة، أحيانا يوضع على الأرض ويوضع عليه أشياء ومناديل وسجاجيد، لا الأولى أن لا يكتب عليه شيء، يصبح الحامل خشبيا كما هو من غير أن تكتب عليه عبارات التوحيد أو الآيات، والله أعلم.